وللحديث عن ظاهرة الاتجار بالبشر وتحذيرات الخارجية الأمريكية من انتشارها في العراق، تنضم إلينا عبر الهاتف من أمستردام المدير الإقليمي لمركز الرافدين الدولي للعدالة وحقوق الإنسان حنان عبد اللطيف. أهلا بك معنا أستاذة حنان. أهلا وسهلا أخي، حياكم الله وحيا مشاهديكم الكرام. حياك الله. يعني أستاذة حنان، هناك تحذير أطلقته الخارجية الأمريكية حول تزايد جريمة الاتجار بالبشر في العراق. السؤال هنا، ما هي الأسباب التي تجعل هذه الجريمة تزداد في أي مجتمع؟ نعم السيد الكريم، اليوم وبعد الاحتلال الأمريكي للعراق أصبح الفساد مستشري في كل مفاصل الدولة، من أعلى الهرم إلى القاعدة، وجميع الحكومات والأحزاب والسياسيين الذين جاءوا بعد 2003 لم يقدموا الخدمات للمواطن العراقي ويسهموا في تحسين أوضاع المعيشية، بل على العكس ساهموا في إفقار الشعب من خلال تدمير الصناعات والزراعة وإغلاق المصانع. واليوم أكثر من نصف الشعب يعيش تحت خط الفقر، وكل ذلك لتحويل العراق إلى بلد مستهلك للصناعات والمنتجات الإيرانية، لتتخطى إيران أزماتها الاقتصادية والعقوبات التي تواجهها من خلال ثروات ومقدرات العراق وتعطيل مشاريع نهضته وتنميته. نعم، أيضا هناك سؤال عن أنواع جريمة الاتجار بالبشر، وأي منها لربما هو الأكثر انتشارا في العراق بحسب الدراسات التي تمت في هذا المجال؟ نعم السيد الكريم، جرائم الاتجار بالبشر انتشرت في العراق كثيرة. هناك جرائم بيع الأطفال، جرائم تزويج القاصرات الذي انتشر ووصل إلى سن 11 عاما بسبب انتشار الفقر، وكذلك أيضا بسبب القانون الأحوال الشخصية الجديد، قانون الأحوال الجعفري. يعني نحن هنا نجد أن الدولة هي من تساهم أو تدعم هذا النوع من الجرائم، إضافة إلى الاستغلال الجنسي، جرائم الاتجار بالأعضاء البشرية الذي انتشر بشكل كبير في العراق بسبب الفقر وانتشار الميليشيات المرتبطة التي تتاجر بهذا النوع من التجارة ومرتبطة مباشرة بالحرس الثوري الإيراني. هناك جرائم التهريب غير الشرعي مقابل الحصول على أموال طائلة، وهذا ما رأيناه في حوادث وفاة مثلا نوفمبر الماضي، ما يعني رأينا وفاة 27 لاجئ عراقي غرقا في بحر المانش، وكذلك اللاجئين العراقيين الذين ماتوا على الحدود البيلاروسية وبولندا، إضافة إلى جرائم تجنيد الأطفال ونقلهم من مناطقهم للمشاركة في القتال وعمالة الأطفال. طبعا كل هذه الأعمال أو الجرائم هي جرائم منظمة وصنفتها الأمم المتحدة بأنها جرائم منظمة غير وطنية. نعم يعني برأيك، هل تقف وراء التسول الذي بطبيعة الحال أصبح ظاهرة حقيقية في العراق، هل تقف وراءه عصابات تتاجر في البشر؟ نعم اليوم في العراق بعد 2003 انتشرت الجريمة المنظمة مثل بيع المخدرات، خطف الأطفال، وجرائم التسول هي إحدى هذه الجرائم، وكذلك عمالة الأطفال والاتجار بالبشر وأعضائهم البشرية. كل هذه الجرائم يقف خلفها ميليشيات وعصابات متنفذة في الدولة ولديها ارتباط مباشر بالحرس الثوري الإيراني الذي يتاجر بالمخدرات وببيع الأعضاء البشرية. يعني حتى مكاتب السفر التابعة للميليشيات، ميليشيات الأحزاب، متهمة بتسهيل تهريب اللاجئين العراقيين بشكل غير رسمي. نعم، ماذا عن دور الدولة؟ يعني كيف تنظرين لدور الحكومة في العراق وجهودها في مكافحة ظاهرة الاتجار بالبشر بعد انتشارها بشكل كبير كما تفضلت في العراق؟ نعم سيدي الكريم، اليوم العراق هو بلد بلا سيادة، يعني بكل معنى الكلمة، تحكمه وتسيطر عليه ميليشيات أحزاب إيران المرتبطة ارتباطا مباشرا بالحرس الثوري الإيراني،
والمعروف عنه انه يتاجر بكل شيء، والحكومات العراقيه اضعف من ان تواجه هذه الميليشيات التي اصبحت هي من تعين رؤساء الجمهوريه والبرلمان والوزراء، والساسه العراقيين يتذللون لهم يعني حتى يبقوا في السلطه. والحكومات العراقيه اليوم تعتبر شريكه مع الميليشيات في انتشار الجرائم المنظمه والفساد. يعني اليوم كل العراقيين سمع بقرار العفو الرئاسي الذي اصدر برهم صالح بحق ابن محافظ النجف السابق القيادي في حزب الدعوه والمتهم بجريمه بيع المخدرات، وعندما القي القبض عليه كان بحوزه 8 كيلوغرامات من المخدرات، وكذلك قصص الضباط العراقيين الذين تمت معاقبتهم عند القائهم القبض على كبار تجار المخدرات المتنفذين في الدوله او من الجنسيه الايرانيه. نعم. إذا كنت ضيفتنا عبر الهاتف من أمستردام المدير الإقليمي لمركز الرافدين الدولي للعدالة وحقوق الإنسان الأستاذة حنان عبد اللطيف، شكرا جزيلا لك.